اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. زي ما قلت لحضراتكم النهارده يوم المحبين للنادي الاهلي. الحقيقه الناس اللي بتحب النادي الاهلي من قلوبها وكل جمهور النادي الاهلي بيحبهم سواء ميشيل واليسيا. النهارده ايضا في هذه الفقره هيكون معانا مدير اداره العلاقات الدوليه وتنميه المهارات في النادي الاهلي دكتور عمرو محب. دكتور عمرو زي ما قلت لحضراتكم قبل كده واحد من الناس اللي كتير جدا جدا من جمهور النادي الاهلي بيحبه وبيحبه من قلبه لحاجات كتيره جدا هنعرفها منه. ازيك يا دكتور عمرو؟ استضفنا ومنورنا، سعداء جدا جدا. سعيد معانا ويعني كل جمهور النادي الاهلي بيحبك. الحمد لله رب العالمين، وانا بحبهم جدا طبعا. اصحاب فضل عليا، ما كانش ممكن انجح في حياتي مع النادي الاهلي الا بفضل الجماهير ومساندتهم بصراحه. الاول انت خسيت؟ نزلت. كام؟ 20؟ نزلت كتير. نزلت 16 كيلو. 16 كيلو؟ طب ما يعني قريب من 20 يعني. مبسوط طبعا. دايت فظيع. الموضوع دلوقتي بقيت لما اجي اكل حاجه بحس بعمل حاجه غلط، بقيت احاول اظبط وزني. لان جيت فتره سبت نفسي بقيت اكل انا في الحلويات والشوكولاتات والحاجات دي زي الاطفال، باكل بكميات وبيبسيات وحاجات. ظبطت بقى، قننت كل حاجه.